تساؤلات في علاقة بمسألة الشفافية، في علاقة أيضا بمصير 4000 جرعة، هكا تقول أنا يقظت، تقول فما 10000 جرعة وضعت على ذمة مؤسسة رئاسة الجمهورية، مش تمشي للأمن الرئاسي، لكن نعرف أنه الأمن الرئاسي فيه 3000 وبالتالي 6000 جرعة كافية. شنو مش يصير في مصير 4000 جرعة الباقية؟ وأيضا بعد التصريحات الأخيرة للمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السيد مفدي المسدي اللي تقريبا يقول وأنه أرسلنا 10000 تلقيح ضد كورونا إلى رئاسة الجمهورية، هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا وينها رئاسة الجمهورية اليوم في هذه المعركة الكبيرة المتعلقة بالتلقيح؟ الدبلوماسية التونسية هناك من يرى وأنها مقصرة ومش قائمة بدورها في هذا المجال. شكرا سي محمد على السؤال. موضوع التلقيح هذا يخذ أكثر من حجمه، وكنا تحدثنا فيه في السابق في منابر إعلامية أخرى، وفرصة هذه باش نجدد ونأكدوا على شيء مهم جدا، هو أنه مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى ساعة إلى حد الدقيقة هذه، اللحظة هذه اللي أنا موجود فيها معكم، لم تتحصل على أي جرعة من التلقيح ضد كورونا. نبدأ واضحين، يعني أنتم في الرئاسة ما زلتم ما لقحتوش وليد حجاب؟ نبدأ واضحين، في مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية إلى كامل أعضاء طاقم الديوان الرئاسي والأمن كل حد ينتمي إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى حد الآن ولا واحد فينا لقح، بما في ذلك الأمن الرئاسي، بما في ذلك رئيس الجمهورية والأمن الرئاسي، قلت لك بما في ذلك رئيس الجمهورية. باش نبدأ واضحين، مؤسسة رئاسة الجمهورية لم تتلقى أي جرعة، وحتى حد منتسب لمؤسسة رئاسة الجمهورية أخذلك لقاء، بما في ذلك من المستشارين، بما في ذلك رئيس الجمهورية اللي هو أعلى هرم في السلطة التونسية وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية، يعني مش معناه باش المستشارين والملحقين والأعوان رئيسة الديوان رئيسة الديوان والحجابة وكل الزملاء على كامل أسلاكهم وعلى كامل أصنافهم وعلى كامل معناها درجاتهم المهنية ولا واحد خذ الرقم. نبدأ واضحين، ما تحصلنا على حتى جرعة من التلقيح هذه اللي تحدث عليها مصادر مختلفة كسوة رسمية ولا من المجتمع المدني. اثنين، المؤسسة رئاسة الجمهورية لن تتلقى أي تلقيح، هذه لم وهذه تولن. علاش لن؟ زمخشرية؟ لا مش لن زمخشرية، لأنه المبدأ فما مبدأ فما توانسة مرضى وفما عباد عندهم أولوية وفما ناس مقيدين في الليفاكس وفما ناس تم تحديدهم بالأولويات حسب اللجنة العلمية. نحن قلنا وسيادة رئيس الجمهورية هذا واضح كان من الأول قال أنا مش لقح إلا ما نتهنى على الشعب التونسي، أنه شعب با مش 100% الشعب التونسي باش يلقح، باش رئيس الجمهورية باش يلقح، ولكن زادة تكون فما نسبة مهمة من التلقيح تلقاها الشعب التونسي. يعني رئيس الجمهورية باش تبع منظومة إيفاكس ويستنى دوره كأي مواطن؟ رئاسة الجمهورية بخلاف إيفاكس، مؤسسة الجمهورية عندها زادة التزام أخلاقي، ورئيس الجمهورية عنده التزام أخلاقي أمام الشعب التونسي، ومش معقول رئيس الجمهورية يلقح ومواطنين آخرين مستحقين للتلقيح وعندهم أمراض وعندهم ما تلقاوش التلقيح. لكن سي وليد فما مقاربة أخرى تراوى أنه رئيس الجمهورية سلامته تهم التوانسة الكل على اعتباره القائد على للقوات المسلحة، وبالتالي كان يفترض يلقح ضمانا لسلامته بدرجة أولى. اثنين، حتى يعطي رسالة للتوانسة ويشجعهم على أنهم يمشيوا يلقحوا، اليوم برشة توانسة ومنهم حتى شكون في عائلتي ومن أقرب الناس لي رافضين قضية التلقيح هذه للأسف، توانسة ما زالوا خايفين مش مقتنعين بالمسألة هذه. ثلاثة، أيضا رئيس الجمهورية نعرف أنه فوق 60 عام وبالاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الصحة من حقه يتحصل على التلقيح. من حقه، احنا ما قلناش مش من حقه، قلنا من حقه، والمقاربة اللي قلت عليها أنه باش يعطي مثال هو ينجم تكون مقاربة صحيح، ولكن زاد احنا رئيس الجمهورية عطى المثال عندما يمشي ويتدخل عند الدول وإلا يدعو إلى توفير اللقاحات إلى تونس، وقت يستدعى وزراء وإلا وقت يتصل بالوزراء ولا وقت يعطي تعليماته لديوانه الرئاسي والوزيرة مدير ديوان الرئاسي أو إلى باقي المستشارين بالتحرك في هذا الاتجاه،
فإنه هذا زاد يعني أنه رئيس الجمهورية واعي بأهمية التلقيح وواعي بأهمية أنه الشعب التونسي يكون ملقح وباش يتفحم في هذا الاتجاه. طبعا فما هذا الصد قبل مجموعة من معنى نسبة مهمة من الشعب التونسي حتى في عائلتي معنى فما شكون يقول لك لا ما نلقحش، ولكن هذا أوكي عنا فيه دور ونحن قاعدين نقوم بالدور اللي يقوم عليه، ولكن فما شكون معناها هياكل أخرى اللي هي منوط بعهدتها أنه تقوم أصلا بهذا الدور. نحن زاد عنا دور قوموا به ولكن في إطار تكامل مع أدوار يعني لتأكدوا أنه رئيس الجمهورية سجل في منظومة إيفاكس وينتظر في دورة كما توانسا سجل هذه معطيات شخصية اللي هو من نجوش يقول لك أنا ما نعرفش معناها مش ما نجوش يقول أنا نعرفش أسكو سجل وإلا لا في منظومة إيفاكس، ولكن أنا أقوله لك بهذا معطيات رسمية أنه نحن في رئاسة الجمهورية لا رئيس الجمهورية ولا غير رئيس الجمهورية في مؤسسة الرئاسة تلقى التلقيح هذا، ونحن في رئاسة الجمهورية نتعامل مع الإدارة العامة للصحة العسكرية هي المخاطب بتاعنا في عملية التلقيح. إن شاء الله وقت يجي دورنا وقت نشوفوا أنه إطار مناسب باش نلقحوا بعد ما نتهنيوا على أنه تكون فما أيضا نسبة تلقيح مهمة في تونس، فعلاش ليه يعني حتى في الأخير مواطنين تونسيين وعنا الحق في هذا، ولكن طبعا نحن في موقع مسؤولية والمسؤولية تفرض علينا التزامات أخلاقية تجاه الشعب.